Do, re, mi, fa, kaf, kif, lam, mim, nun. خلاص بقى، عطيته صدعتني يا اخي. قرأ يا صفاء، ايه ده؟ مش بتمرن عشان الاختبار؟ وانت يعني ايش عرفك انه هيختبرك؟ ما يمكن هيثبتك بكلمتين وخلاص. يا اخي بطل احباط بقى، او امثالك يا صفاء هم اللي جابلنا ورا. يا راجل امثالي ايه بس؟ مش كفايه انك جايبنا مكان زي ده؟ ماله المكان بس يا صفاء يا دكتور البهايم؟ مكان غريب واسمه اغرب يا اخي. بقى فيه منتج يبقى اسمه فرغلي. فرغلي ايه ده؟ ده بينتج ايه ده؟ عمك انسان جاهل بصحيح، فرغالي ده احسن واحد بيعمل كوكتيلات في البلد. مساء الخير عليكم. مساء الجمال يا باشا. أمروني. الامر لله، اتنين شاي بعد اذنك. شاي؟ شاي ايه؟ خفيف يعني، سكر بره والنبي. هو ايه ده اللي خفيف سكر بره؟ ايه الغباوه اللي على الصبح دي؟ غباوه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ هتكون مين يعني؟ الباش فراش بتاع المكان؟ انا فرغالي. طب يا سيدي هات لنا 2 كيوي بالاناناس. انا اسف جدا لحضرتك. انت بتتاسف له ليه يا عطيتو؟ عشان ده الاستاذ فرغالي صاحب المحل ده. محل ايه يا ده انت يا غبي؟ صاحب المكان. ايه ده بجد؟ احنا اسفين جدا لحضرتك يا معلم فرغالي. معلم ايه يا ابني انت؟ انتوا مين؟ حضرتك انا اسمي ليونيل عطيتو، وجاي لحضرتك يعني علشان تحتضني. احتضنك ازاي يا جدع انت؟ بالراحة حضرتك بالراحة، يعني انا ما اقصدش حاجة عيب يعني. امال ايه تحتضني دي؟ انا قصدي تحتضني فنيا. وموهبتك ايه بقى يا عطيتو؟ حضرتك انا مطرب. عندك سوابق؟ سوابق ايه بس؟ هو حضرتك شايفني داخل ومعايا نقطة الموسيقى ولا صحيفة الحالة الجنائية؟ لا يا استاذ فرغالي، عطيتو ده مش سوابق ولا حاجة، هو بس مطرب مغمور يعني. الملاف السعد يا ابن انت، ايه ده؟ الاستاذ صفاء قصده يعني يقول ان مطرب مغمور قد الدنيا. يا استاذ فرغالي، عطيتو ده خامة صوت من الخامات النادرة جدا. بالظبط كده يا فندم، انا خامة صوتي من الخامات المنقرضة. هايل جدا. طب ما تسمعنا حاجة يا عطيتو. اوي اوي يا فندم. عرباوي تيرارارا، عرباوي تيرارارا، ولا ولا عرباوي. بس بس بس، ايه يا ابني اللي انت بتغنيه ده؟ دي قصيدة عرباوي بتاعت الاستاذ محمد رشدي الله يرحمه. لا 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 لا، احنا عايزين حاجة كده شبابية، حاجة مودرن. زي ايه مثلا يا فندم؟ تعرف تغني اغنية قمرين؟ بتاعت عمرو دياب؟ اه طبعا. قمرين قمرين. استنى بس استنى، انا لسه ما خلصتش طلبي. اتفضل حضرتك اؤمر. عاوزك تغني اغنية قمرين باداء مونوتوني لعازف ناي مراته طلقته ورميته في الشارع بين الحياة والموت. الله على الكلام، ايه الفن التكعيبي اللي حضرتك طالبه ده يا استاذ فرغالي؟ يلا يا عطيطه. يلا ايه؟ غني، افرد احبالك الصوتيه واديها. وتحب بقى بعد ما افرد لك احبالي الصوتيه امشي لك عليها بالمره؟ يا حبذا. حبذا ايه وبتاع ايه يا عم انت؟ هو انا جاي اغني ولا جاي اقدم فقره في السيرك؟ السوق عايز كده يا عطيطه. انا بقى مش عايز كده. اقول لك على حاجه، انا هبطل غنى خالص عشان خاطرك انت مخصوص. يلا يا صفاء نمشي من هنا. طب والمعلم فرغالي؟ لا المعلم فرغالي يشوف له مطرب بقى على مزاجه. يلا يا صفاء. ايه المشاريب اتاخرت كده ليه؟ صحيح، اندهلوا استعجلوا. لا خلاص قول له يسكوا عليهم ويلا بينا. هتودينا على فين تاني؟ هكمل لف على شركات الانتاج تاني. انت ما زهقتش عطيته؟ زهقت طبعا، بس هتمسك بالحكمه اللي بتقول لا زهق مع الحياه ولا حياه مع الزهق. ييه الباب ده رخم جدا، مش عارفه افتحه خالص. انت عبيط يا ايمن، عايز تفتح الباب بابره الخياطه. انا هحاول تاني. يا ابني كفايه شكشكه في الباب، انت مبوظ لك دستتين قبل لحد دلوقتي. يعني هنفضل محبوسين كده يا ماما؟ بعدين يا ربي بقى، وبعدين ده احنا بقالنا 3 ايام محبوسين في الشقة لغاية ما قربنا نكمكم. وسعي لي يا ماما بقى. هتعمل ايه تاني؟ هكسر الباب ده. وماله؟ عشان ابوك يجي يكسر دماغك. يعني هنفضل محبوسين كده زي المساجين؟ اصبر بس يا ايمن، خلينا نفكر بالعقل وبلاش نتهور لحسن ابوك يجي يعورنا احنا. ايه يا ماما الكلام البيئة ده؟ بيئة في عينك يا عديم الرباية انت. انا غلطانة ان انا خايفة عليك من ابوك. وهو فين ابويا ده؟ تقدري تقولي لي هو فين من 3 ايام؟ مش عارف. يعني هنتصرف ازاي احنا دلوقتي؟ برضو مش عارف. انا بقى عارف، الباب ده لازم يتكسر. لا لا يا ايمن، عشان خاطري بلاش. الحقيني يا ماما شكله جه. ده تكنيله، امال فالح بس تعمل لي فيها محمود المليجي. ما تخافش اكيد مش هو، لان هو اللي حبسنا بنفسه
وعارف اننا معناش مفتاح، فاكيد مش هيخبط علينا يا فالح. يا ايمن يا ايمن! الله، ده صوت خالتي انصاف. انصاف، ازيك يا حبيبتي؟ قلقتيني عليكي يا عفاف. انا بخير والحمد لله. احنا هنفضل واقفين كده على الباب كتير؟ افتحي يا اختي، لحسن علي مش لابس حاجة تحت الفانيلا الحمالات وممكن يستهوى. ما يستهوى ولا يولع، استحالة دخلوا الشقة طبعا، ده المعلم سيد كان يبهدلني. طب افتحي ودخليني انا يا عفاف، ولا هو جوزك محرج عليك يتدخلي حد من اهلك في الشقة؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده يا انصاف؟ لا طبعا، هو بس محرج عليا اني اخرج من باب الشقة، وحبسني انا والواد بقالنا 3 ايام. يا نهار اسود، 3 ايام وعايشة ازاي كده يا اختي؟ ما انا مش عارفة اعمل ايه. انت ما تعمليش حاجة خالص، انا اللي هعمل. مش هينفع خالص الكلام ده يا ست هانم. ايه اللي مش هينفع يعني يا اسطى؟ انت مش بتشتغل نجار؟ اتفضل اكسر لنا الترباس. اكسره ازاي وانا اللي مركبه بايدي في الباب ده؟ عايزين اخون الامانة يعني؟ امانة ايه اللي هتخونها يا اسطى؟ ما مرات المعلم وابنه جوه الشقة. اسمع الكلام يا اسطى حسين. ما انا الصراحة خايف من المعلم يا ست عفاف. يا سيدي ما تخافش، انا اللي قلت لك تكسره، يعني هيكلمني انا. امر لله، ناويين الشاكوش ده يا باشمهندس. عينيا، عايز الشاكوش الصليبة ولا العادة؟ انا عايز افهم انت ازاي تسكتي له على الكلام ده يا عفاف. وانا كان بايدي ايه بس اعمله يا انصاف؟ تاخدي ابنك في ايدك وتسيبي له البيت. انا قلت لها كده يا خالتي وهي ما سمعتش كلامي. عيب يا ايمن، ده كلام كبار ما تتدخلش فيه. اتفضل خش على اوضتك ذاكر. حاضر يا ماما، حاضر، عن اذنكم. بس عيني العقل يا ست عفاف انك سمعتي كلام جوزك. عيني العقل. جرى ايه علي؟ ده كلام كبار ما تتدخلش فيه. اتفضل خش على اوضه ايمن. يلا يلا. اعمل انا ايه في اوضه ايمن؟ انا خلصت مدارس ومذاكره من زمان. طب خش راجع على اللي ذاكرته يا اخوي. يلا. حاضر حبيبتي. وانت يا عفاف خش يلا لمي هدومك وتعالي اقعدي عندي لحد ما يجي يصالحك بنفسه. انا لا يمكن اخرج من البيت ولا اسيبه لحد ما اعرف هو غطسان فين طول المده دي. لا هو ما رجعش البيت من ساعتها؟ لا ما رجعش ولا اعرف عنه حاجه. الراجل ده اكيد عامل عامل. تصدقي انا عارفه هو فين وبيعمل ايه، وهقفشه وهو متلبس بخيانته. عطيته، كويس انك لسه ما مشيتش. خير يا ست سنيه؟ محتاجاني في شغل ولا ايه؟ امال يعني عايزاك تحيلها حفله عيد ميلادها؟ استاذ ابراهيم، وحضرتك ليه بتنط في نص الكلام؟ دلوقتي انا مطرب والاستاذه راقصه وبنتناقش في تفاصيل فنيه. حضرتك مكانتك الفنيه كمساعد راقصه ما تسمح لكش ابدا انك تتدخل في الكلام اللي بيدور بيننا. بتقول ايه؟ انا قد مساعد رؤساء. اسف جدا، قصدي يعني صبي علمة. كده اثبت كلامك. ايه المتخلف ده؟ سيبك منه يا عطيته وقولي، انت لسه مصمم على حكاية انك تشتغل بالليل بس؟ لا يا ست الكل طبعا، لا لا لا، انا خلاص وهبت نفسي تماما لفني وجمهوري. جمهوري ايه ده انت؟ ده كهرباء طلخة ليه جمهور عنك؟ يالا مش هرد عليك. عارف ليه؟ عشان مش هنزل بمستوايا وارد على صبي علمة. لا مؤاخذة يا ست سنية يا علمة. طب اسمعني بقى يا مطرب المساطيل انت، عشان انا جايبالك فرصة العمر.